بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا أمر الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحبتي في الله أيها المستمعين باسكا تيفي رحمني رحمكم الله تعالى نعوذ مرة أخرى في برنامج برسيا بسان رمضان ساندي ابن أباس و أكون هنا أمامكم جميعا سنقدم إليكم الموضوع عن القرآن لتوحيد الأمة الإسلامية فإن القرآن الكريم وكتاب الله الذي أنزله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكون حدا ودياء للبشرة الجماعة وقد جاء في كتاب الله العزيز العديد من الآيات التي تشير إلى أحمية القرآن قوسيلة للتوحيد الأمة وتحقيق الوحدة الإسلامية إن القرآن الكريم هو مصدر الهداية والتوجيه للأمة الإسلامية وهو الذي جاء برسالة الإسلام لتوحيد الأمة وتحقيق الوحدة الإسلامية والقرآن الكريم يشدد إلى أحمية الاعتصام بحبل الله جميعا ودم التفوق ويدعون إلى تحقيق والتالف بين المسلمين وقد ورد في كتاب الله العزيز العديد من الآيات التي تخص على توحيد الأمة وتعزيز الوحدة الإسلامية وفي حديث الشريف يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيجتمع المسلمون الحول الحوض يوم القيامة وسيكون القرآن ولم المعيار للتوحيد الأمة وتعزيز الوحدة الإسلامية ولنجادد الأحد مع كتاب الله ونستمد القوة والتوجيه من آية الكريمة. إن القوة والوحدة تكمن من آيات الله وسنة النبي. فلنكن أمة واحدة متحابة متضامنة متعاونات تسعى لدى الله وخدمة الإنسانية العجماء. ومن الآيات التي تهس على توحيد الأمة وتعزيز الوحدة الاسلامية قول الله تعالى في سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأسبحتم فأسبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون في هذه الآية يد الله تعالى المؤمنين إلى الاعتصام بحبل الله جميعا ودم ويشير إلى نعمة الأذيمة التي ألف الله بها في قلوب المؤمنين وجعلهم إخوة وهذا يعتبر دعوة للتوحيد الأمة وتعزيز بين المسلمين وقال الله تعالى في سورة الهجر وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولكن جعله نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم ولنجادد الأحدى مع كتاب الله ونستمد القوة والتوجيه من آياته الكريمة ولنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه فلنكن اهل القران الذين يعملون باحكمه ويعيشون كيامه ولنجعل القران شاهدا لنا يوم القيامه ولنحتدي جميعا تحت رايه الاسلام والقران ولينكن يدا واحدة في بناء أماتنا وتحقيق أهدافها النبيلة وحتاما نسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين الحق وأن يواهد صفوفهم ويثبت أقدامهم على الإيمان والقرآن وينجعل القرآن نورا لنا في الدنيا وشفيا لنا في الآخرة وصلى الله النبي محمد sallallahu alaihi wasallam wa ashabi ajmain Allahumma amin Afwan sa'atakallam bil lughatil indonesiah li aqal khulasah Jadi kesimpulan dari hitabah singkat yang saya sampaikan ini adalah Al-Qur'an adalah kitab yang mulia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menaati seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Dan Rasulullah juga menegaskan Hayyukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Oleh karena itu, kita harus mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan tentunya sebelum kita mengajarkannya kepada orang lain, kita juga harus mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. شكرا يمكن هذا مني اليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته